برضو هنا بنتكلم على انه السمنه ومتلازمه التمثيل الغذائي دي من ضمن عوامل الخطر اللي هي بتؤدي الى سميه في الجسم وضرر في الميتوكوندريا. وبنتكلم ايضا على التدخين، النيكوتين هو قلويد تبع تبغ رئيسي بيربط التدخين بتلف الكلى، يؤدي التعرض المزمن للنيكوتين لاحداث اجهاد تاكسدي كما يتضح من زياده مستويات انواع الاكسجين التفاعليه المشتقه من الميتوكوندريا في الخلايا الانبوبيه القريبه من الكلى. يعتبر دخان السجاير ايضا عامل خطر للاصابه بمرض الكلى المزمن عند النسل، يعني لو الست بتدخن يبقى هتضر النسل بتاعها، وبيساهم زياده الضرر التاكسدي الميتوكوندري عند الولاده في مرحله بلوغ في التاثيرات الضاره لتدخين الام على اضطرابات الكلى. وتم توثيق البنية غير الطبيعيه الميتوكوندريا جنبا الى جنب في الفئران الحوامل المعرضه للدخان، وبيقل النشاط الجلوتاثيون مع وجود السجاير. يبقى فيه نتائج في الاخر وتتضمن المراجعه دراسة نشرت في العقد الماضي تتناول العلاجات المستهدفة للميتوكوندريا لعلاج خلل وظائف الكلى، وقد أصبح عدد من المكونات مؤخرا مرشحة للتدخل السريري في أمراض الكلى. وبتشير الأدلة إلى أن التوازن غير الطبيعي للميتوكوندريا بيلعب دور حاسم في تطور مرض الكلى المزمن، وتؤثر شبكات الميتوكوندريا على وظيفتها الخاصة تتفاعل مع العضيات الخلوية الأخرى زي النواة شبكة الإندوبلازمية، وقد تؤثر خلل الميتوكوندريا الكلوي ايضا على وظيفه انسجه مختلفه زي القلب والعضلات. ترتبط الانظمه الايديه للاعضاء ارتباطا وثيقا بالكائنات الحيه، وان توضيح التاثيرات السريريه امر ضروري لمعالجه احتياجات محدده للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. وقد تظهر المكونات التي تستهدف الميتوكوندريا ايضا حساسيه او سميه خاصه بالاعضاء في الحيوانات او البشر، لذلك يجب أن نفكر بعناية في مخاطر وسلامة المكونات بدلاً من المبالغة في تقدير الفوائد في الأبحاث المعملية، وأن الفهم الأفضل للوظائف الفسيولوجية للميتوكوندريا في الكلى تحت الضغط التأكسدي سوف يوفر رؤى جديدة لاكتشاف استراتيجية علاجية مفيدة لتحسين إصابات الكلى والأمراض الأخرى المرتبطة بالميتوكوندريا. في هنا أهمية لدراسة الميتوكوندريا وتحصرها وإيه اللي بيضرها، لأن ده له تكون له تأثير مباشر على تلف خلايا الكلى على الجسم عموما وعلى القلب وعلى الكبد وعلى الأجهزة عموما. لعل الموضوع يكون عجب حضراتكم، الموضوع طويل شوية لكنها ورقة بحثية صعبة، حاولنا بقدر المستطاع تلخيصها لأن الكلام فيها كتير وفيه صعوبة شوية. مع السلامة.